اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. بمناسبه العيد النهارده بنعيد طبعا على اخواننا الاقباط، كل عام وحضراتكم بخير واحنا على ارض واحده ودم واحد. بمناسبه العيد وبمناسبه الجميله، الاكل بتاعنا النهارده بيكون مختلف وكتير المنيو النهارده، يعني احنا مزودين الاكل النهارده وكلها لحمه في لحمه. معانا النهارده مع بعض هنعمل ورقة اللحمة بطريقة مختلفة على مدرسة المغازل. دايما ورقة اللحمة بيكون فيها شوية زفارة مش مستوية مع الخضار. أنا معايا لحمة النهاردة كندوز، هعملها ورقة لحمة بتوابل الشيف وبتركات الشيف، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معايا شوربة الحريرة النهاردة، مكوناتها كتيرة قوي، فيها البروتين النباتي مع البروتين الحيواني، فيها الرز، فيها لحمة، كل ده هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معايا كوسة النهاردة، الكوسة اللطيفة من خير أرضنا، هنعملها كورجيت برزيان أو الكوسة الجراتان مع الجبنة واللحمة المفرومة. مدرسة المغازي برضو هتعجب حضراتكم. المفاجأة بقى النهاردة المطبخ المصري، أم علي. أم علي دايما بنعملها بعجينة الملفي، فأنا هعملها النهاردة طبعا بالكرواسون. الكرواسون ده بنجيبه من أي محل أو مخبوزات، بنعمله النهاردة مع بعض أم علي مع القشطة والمكسرات. مش عايز أقول حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة في الحلقة النهاردة، على كوسة جراتان باللحمة المفرومة، مقاديرها على الشاشة. نقفل الحلة يلا. شوربة الحريرة، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل كوسة جراتان باللحمة المفرومة. مقاديرها على الشاشة، بسيطة وسهلة ولكن طعم تاني وشكل تاني مختلف نهائيا. اهو لحمة مفرومة، كوسة، الاتنين مع بعض، بصلة وتومة، جبنة شيدر، جبنة موزاريلا، ولكن المفروض جبنة بارميجان مبشورة، دي سعرها غالي شوية، ممكن تجيبي جبنة رومي بدايل ليها حسب الرغبة. ما توقفيش عند حاجة وتقولي دي مش موجودة مش هعمل الأكلة، في اختيارات كتير وفي بدايل كتير تعملي الأكلة بطعم تاني مفيش مشكلة. لحمة مفرومة، كوسة، بصل وتوم وجبنة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض إزاي. معلقة زيت زيتون لطيفة وجميلة. حلو أوي. أشيل الحمص ده من هنا مش عايزه. ببدأ أعصج اللحمة أول حاجة. بحط تومة للحمة كده، واخد حتة اللحمة الهبرة دي كده. ما النهاردة عيد يا شفيق، بيقول لي في لحمة كتير ليه النهاردة؟ النهاردة عيد اخواننا الأقباط، بنقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري بخير على أرض واحدة ودم واحد، أرض الوطن مصر أم الدنيا. أهو اللحمة المفرومة مع البصلة والتومة، نسيبهم وننساهم شوية زي الفل. الكوسه بتاعتنا الجميله بنزود معانا الميه عشان هنسلقها. ميه سخنه زي الفل، واخد الكوسه زي ما هي. اللهم صل على النبي. اخد الكوسه اللطيفه دي كده بعد ما اغسلها بالشكل ده كده، وتختاري الكوسه الخضراء الحلوه ونحطها على النار. هتستوي الكوسة دي تلات ارباع سوا، ونشوف هنكمل ايه بعد كده. كوسة في قلب المية كده، خضرها وجمالها عشان المية دي فيها قليل من الملح زي السبانخ كده. بالشكل ده كده. عايزاها تستوي بسرعة، اعملي اللي انا هعمله دلوقتي. شفت ازاي؟ زي الفل. واسيب الكوسة تستوي واللحمة المفرومة بتاعتي اقلبها كده بتستوي. معانا مقادير ام علي على الشاشه. شفت شطاره المطبخ بقى كله ازاي مع بعضه؟ هو ده المطبخ. مقادير ام علي على الشاشه، عجينه الكرواسون، بتشتري اي 3 4 كرواسونات من اي مخبز من اي بيكري موجود، بتجيبيه ساده، ما تجيبوش لا بجبنه ولا بحاجه، في كرواسون ساده. انا بسهل عليك انك تعملي ام علي طبق حلو مصري واخد الشعار المصري في اي مكان في الدنيا. هنعمله بالقشطه والمكسرات النهارده عشان نعيد بيه على اخواننا الاقباط. مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله. شفنا مقادير ام علي يا شباب؟ مقادير ام علي على الشاشه. حلو قوي. عينيا، ادي اللحمه كمان اهيت على النار.
دي بتاعت الكوسه اللي بتستوي هنا، نبص عليها كمان. دي الكوسه خلاص قربت تستوي. هنعمل النهارده عاملين تقريبا 5 أصناف او 4 أصناف. اللحمه تستوي كده مع البصله والثومه، هتبلها شويه ملح وشويه فلفل، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. ونقلبهم مع بعض. دايما لما تكوني بتعملي جراتان تحددي توابل اللحمه المفرومه، سواء بتعملي بشاميل او بتعملي لازانيا او بتعملي الكوسه اللي بعملها دلوقتي، ما تحطيش لا كمون ولا كزبره، خليكي مع الملح والفلفل والبابريكا بس خلاص. اللحمه اهي زي الفل، والكوسه اخبارها ايه؟ في قلب النار. شوربه الحريره في قلب النار، ده المطبخ، وانت واقفه زي الفل، هتقفي ساعه زمن في المطبخ هتطلعي بالمنيو اللي انا عامله النهارده. الكوسه كانت بتستوي على النار، خدناها في الفاصل عشان عدم ازعاج الخلاط، ضربناها في قلب الخلاط، طبعا هي بتستوي 3/4 سوا. بتقطعيها وبتبقى عندك الكبه بتاعتك دي، لازم تجيبيها من المصروف وتبقى موجوده عندك، دي بتساعدك انك تعملي حاجات لطيفه وجميله. الكوسه مضروبه بالشكل ده كده، مهروسه يعني بالشكل ده كده اهو. الميه بتاعت الكوسه من فضلك ما ترميهاش، دي مطلوبه. حته اللحمه الحلوه الهبره معانا زي الفل اهي. الله، ايه الجمال ده يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي. في قلب الطاسه كده بناخد شويه كوسه من اللي احنا ضربناهم في الخلاط. تعالي يا حلوه. الله، دي بقى الاكله دي بهديها من قلبي لكبار السن. بهديها لحماتي. بهديها لبابا. بهديها لماما بالشكل ده كده اه. الله، واخد شويه ميه كوسه كده. فيها كل حاجه. واسيب دول كده في الارضيه. ونقلب الكوسه الحلوه دي كده. بتحشي كوسه وخدت قلب الكوسه، لو انت بقى يعني عندك بتخليه في التلاجه، تاني يوم بتعمليه بنفس الطريقه. القلب بتاع الكوسه اللي انت قورتيها عشان تحشيها. ونقلب كده. طبعا احنا متبلين اللحمه بتاعتنا بالملح والفلفل. بناخد كل ده مع بعضه ونسقطه على وش الايه؟ الكوسه. احلى مكرونه بالوايت صوص لكل احبائك يا ست الكل. اللحمه المفرومه غرقانه في قلب الكوسه. الكوسه غرقانه في قلب اللحمه المفرومه. الاكله دي زي ما قلت لحضراتكم بهديها من القلب لكل الامهات والابوات وكل كبار السن. عندنا الجبنه بتاعتنا بالشكل ده كده. يفضل تكون جبنه رومي مبشوره او جبنه شيدر زي الفل. تنزل كده. الجبنه بتسيح ويفضل انك انت تخليها في المطبخ لغايه لما كل الاسره تتجمع وتدخلها الفرن، عشان دي لازم تتقدم سخنه والجبنه تبقى سايحه كده وريحتها لطيفه على وش الكوسه مع اللحمه. تقطعي منها كده وتقدميها بألف هنا وشفا، دي لوحدها وجبه. والكوسه كمان تخش الفرن. تعالي يا حلوه عشان الجبنه تسيح. ونرجع لتفاصيل الشرب. بص على الحلاوه بالله عليك حبيبنا يا مخرجنا، ايه الحلاوه دي؟ ام علي تتصدر القائمة فوق على شبكة الفرن، تحتها المطبخ الفرنسي، الكوسة الجراتان مع الجبنة البرمجان. نطلع الكوسة بتاعتنا الجميلة. معانا وقت يا شباب؟ إذا معانا وقت دقيقتين هلا مرحبا. يلا زي الفل. التفاصيل عشان إحنا بنشتغل بسرعة النهاردة عشان الشغل بتاعنا، أنا بدأت أول حاجة بيها ورقة اللحمة. عملت ايه يا شيف؟ خدت حته اللحمه الهبره بدون عظم طبعا، كان دوز او ضاني، خدت الصدمه الناريه مع علاقه زيت من غير اي توابل خالص، مع عود روزماري لطيف وجميل. اللحمه هنا خدت الشماخه وطعم الروزماري، حلو الكلام. وعملت صدمه ليها، فتكل اللحمه تلاقيها حته زي الملبس. وكمان الخضار بتاعنا شوحناه ونزلنا كله مع بعض وقفلنا عليها بورق زبده وورق فويل زي ما حضراتكم شايفين. شوربه الحريره مكوناتها وعناصرها الغذائيه كفيله ان هي تقول هي الحريره، يعني جميله، فيها كل حاجه. فيها الحمص، فيها الرز، فيها العدس، فيها اللحمه، اصبحت ان الوجبه دي وجبه متكامله مع طبق سلطه الفتوش او تبوله.
أم علي المصرية اللي بتتكلم مصري تفاصيلها. تقدر كل أم عندها زحمة شغل مش فاضية، عندها استقبال النهاردة، بنعيد على بعضينا النهاردة، تخش المطبخ في خلال 3 دقايق هتعمل أم علي بعجينة الكرواسون أو بالكرواسون اللي موجود في أي سوبر ماركت على ناصية الشارع. ده المطلوب. هنطلع مع بعض أم علي من الفرن، قصدي الكوسة بتاعتها الجراتات جاهزة زي الفل. آه. اللهم صل على النبي، تعالي يا حلوة. طبعا الجبنة طعمها وريحتها لطيفة جدا، ألف هنا وشفا للي ياكل. السفرة بتاعتنا النهاردة بنديها لكل حبايبنا واخواننا الأقباط، كل عام وحضراتكم بخير، بنعيد بطريقتنا بالشكل ده كده وفي متناول الجميع، يعني حاجة مش زحمة. دي القشطة اللي بنحطها على أم علي. مطبخنا النهاردة متميز من مزبيره، يعني رؤية، يعني فن، يعني إبداع. كل يوم منين يا عم الشيف؟ من مزبيره. We'll be right back.